بعد مقابلة مع الحدث، أنباء عن مقتل والي غرب دارفور بعد أن قيل إنه اعتقل من قبل قوات الدعم السريع. والجنرال خميس أبكر الذي تولى قيادة الجهاز التنفيذي لولاية غرب دارفور بعد اتفاق جوبا للسلام ينتمي لحركة التحالف السوداني الموقعة على اتفاق جوبا، كما أنه ينحدر من قبيلة المساليت غرب دارفور. وهذا ما جاء في اتصال للحدث مع والي غرب دارفور قبل اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع، ومن ثم ورود أنباء عن مقتله. مواطنين اليوم يقتلوا بطريقة عشوائية جدا وبكميات كبيرة، لذلك اليوم احنا عندنا اعداد كبيره جدا من الجرحى ما لاقين علاج، لانه انا احنا شرحنا في مقابلتنا المره الفاتت احنا ما عندنا مستشفى ولا حتى شفاخانه موجود، ما في اي مؤسسه صحيه تقدم خدمات للمواطنين. منذ بدايه المشكله بدات بين القوات المسلحه والدعم السريع في موقع بتاع قوات مشتركه، من هناك انتقلت المعارك في مواقع يسكن فيه قبائل المساليت، لكن اليوم جنيه مصطبح كله ليس مساليت فقط بل انما معظم القبائل الموجوده في الولايه تم استهدافهم تماما من قبل القوات المتمرسه من الدعم السريع والميليشيات المتعاونه معهم. اليوم جنينه كلها اتدمرت بالأحياء المختلفة كلها اتدمرت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.